وردك لسه مش مصدقني يا روحي؟ طب إليه يا رب اللقمة اللي أنا لسه واكلاها تنزل تنتفح لو بكذب عليك. إليه يا رب أتمسك وأنا بخبي عجنتي التسلخات في تانية الجونيلا. هعملك إيه بس عشان تصدقني يا روحي؟ لو سمحتي يا أنسة. إليه يا رب أنسى مفتاح الشقة في بطن عيان واضطر أجي أبات عندك، وساعتها بقى ممكن تلعب معايا الدنيئة. لو سمحتي يا أنسة رد عليا. في إيه عالم يا زبالة؟ مش عارفين إن علاء بيتكلم من الكابينة، كارته هيخلص. احنا بنسال عن الحاج مسعد اللي عمل الحادثه، ولاد الحلال كلموا له الاسعاف وقالوا هيجيبوه على هنا. طب بقول لك ايه عليه، عشان معايا حاله انسانيه مستعجله، ونقول الو ازياني هقلبهم بسرعه واكلمك تاني يا روح. سلام. ها يا بنتي، هو فين؟ هو ده رد عليا لسه ما وصلش. ده بقى له ساعه ونص. ايش حال لو ما كانش الحادثه حصلت في ظهر المستشفى؟ اصلي اللوست ابو زيد كان رايح عشان ياخد ابوك من مكان الحادثه، فاكتشف ان القربه بتاعتي المساحات مخرومه، فاضطر انه يروح للميكانيكي عشان يصلحها، وهو بالمره يقرط له على عفشه. طب وابويا؟ اصلي هم راجعين في نص السكه افتكروا انهم نسيوا ابوك عند الميكانيكي، بس يا حبه عيني تعب من النزيف اللي جاله فريح تحت البلاعه، لكن دكتور عفشافي اول ما عرف ما سكتش خالص. راح له يعني؟ خد الفيسبا بتاعته وطيران طيران على هناك. يعني هو هيسعفه هناك عند الميكانيكي؟ لا، ده الاول هيشيك على كهربتي الفيسبا، وبعد كده يخش على نزيف ابوه. بالروح ما عالم والنعمه حرام. لو سمحت ما تغلطش، هنا مستشفى محترم وعندها ضمير. ايه ده لهم جم. بالروح يا دكتور، فين ابويا؟ ابوك بيزق العربيه تحت مع الرجاله وجاي في السكه، حصل استبني فرقه واحنا جايين. ابويا فرقه وانتوا جايين؟ طب منفوخ زياده، هو عامل ايه؟